هنا في دمنهور في شركات كفر الدوار في مصانع مصنع اسكندريه في مصنع بيبي كوكا اللي هو عند سريع في الكل يعني احنا النهارده صاحب مصنع صندوق حمروش كفر الدوار عايز 100 طالبه او عايز 100 واحده تشتغل بيوقع معاهم عقود وبيشتغلوا تامينات ومرتبات تعدي ال 1000 جنيه اساسا يعني نعتبر ده عرض عرض وانا عن طريق لا يعني هندربهم كمان قبل ما يدخلوا عشان ما يدخلوش يقول لك انا ما عنديش خبره انا ماليش سابق يعني نقدر نقول كم فرصه عمل كده يا استاذ دعاء؟ على فكره احنا عندنا هنا في الجمعيه كبروتوكول بيننا وبين مؤسسه المؤمنين 2000 فرصه عمل في خلال سنتين احنا كنا بادئينهم ب 700 بس انا مديتهم ل 2000 تمام احنا نعتبر دلوقتي وبقيت الشركات تقريبا 1000 او 2000 بقيت الشركات فيها اللي عايز 400 واللي عايز 500 واللي عايز 200 واللي عايز 600 في يعني امور كثيره شركات كثيره طالبه هنا شركه النيل في دمنهور عايزه اعداد مهوله كل ما شركه هناك شركه رماد شركات كثيره يعني نعتبر ان ده دعوه لشباب البحيره دعوه للشباب ان هم يجوا احنا هنبقى منظمين انا في عيب بيحصل في المنتجات بتاعت